للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ريف حلب المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. بداية، أنباء عن تقدم للمعارضة على جبهات متعددة واستعادة قرى، لكن في المقابل هناك حديث عن ثغرة استطاع النظام إحداثها في صفوف المعارضة. هل من توضيح أكثر حول هذا الموضوع لديكم؟ الحقيقة إلى الآن يعني المعارك التي تدور في منطقة ريف إدلب والغاب أيضا في حماة وغيرها هي مناطق كر وفر من ناحية عسكرية واستراتيجية، وأنا الآن في سوريا أحدثكم من سوريا وفي نعم. وقد زرت مناطق المحاذية لبعض المناطق سواء البيكاكا الإرهابية أو النظام. الحقيقة لا نفرح كثيرا إذا أن هناك في توسع على الأرض. الحقيقة التوسع في الأرض أحيانا كثيرا يكون توسع سلبي بسبب أن القوات النظام إلى الآن هي قوات غير كبيرة، ما عندها قدرة على تغطية الأرض التي تحتلها، ولذلك عندما يفتح المجال أحيانا أو يفتح المجال للنظام للتقدم الحقيقة يكون قد وقع بين فكي كماشة. ولذلك بالثلاثة أيام الأخيرة وقع أكثر من 1000 قتيل من النظام لأنه لا يستطيع أن يسيطر على الأرض سيطرة كاملة، وإنما الحقيقة يريد أن يصور إعلاميا أنه حقق انتصارات، ولكن هناك أيضا المئات من أسرى النظام وقعوا في صفوف المجاهدين. والمعركة إن شاء الله في هذه المنطقة ستحسم على صعيد القتلى لصالح المجاهدين، لأن المئات من النظام ينهزمون. وأقول لكم وأنا في حلب أيضا أن النظام بدأ يزج بشباب متعددين من مختلف الشرائح الاجتماعية في حلب، لكن دون تدريب ودون أي اهتمام يبعثهم إلى محرقة. فلذلك أناشد الشعب في حلب وفي كل سوريا أن لا يرسلوا أولادهم إلى ساحات القتال، لأن النظام لا يبالي بقتلهم على الإطلاق لأنه يرسلهم أيضا دون أي تدريب. وأبشركم أن المعركة سائرة في إن شاء الله في تحقيق انتصارات للمجاهدين. يبدو أن أعداد الضحايا نتيجة الغارات التي تشنها قوات النظام وروسيا على ريف إدلب في تزايد. إلى ماذا ترجع ازدياد الغارات على المدنيين تزامنا مع المعارك الدائرة هناك؟ يريدون أن يبيضوا صفائحهم بجرائم كثيرة. المجاهدون لا يقتلون إلا المسلحين، بينما هم يريدون أن ينتقموا لعدد قتلاهم الكبير من خلال قتل المدنيين وإضعاف الحاضنة الشعبية للمجاهدين، لكن لم يعلموا قضية أن شعبنا في سوريا أصبح حقيقة مدمن لدفن الشهداء، لا مشكلة لديه لأنه يقاتل عن عقيدة قوية تجعل الثوار جميعهم وقودا لمعركة الحرية، المعركة ضد الاستبداد والطاغوت. ولذلك نحن سائرون في مشروع تحرير سوريا من روسيا ومن الأسد وإيران وبيكاكا الإرهابية، ولن تخيفنا طائراتهم ولا مدافعهم، وسنتحمل لأن النصر هو عبارة عن كسر إرادات وسنكسر إرادتهم بإذن الله. طيب، هذه الغارات ألا تتعارض كليا مع مخرجات أستانا؟ هنا أين تقف الدول الراعية لهذا المؤتمر ومن تلك الانتهاكات؟ الحقيقة نسمع بين الفينة والأخرى أن موضوع أستانا بدأ يتفكك. نعم. ودليلنا على ذلك تصريحات السيد أردوغان إن شاء الله تعالى يقول قريبا جدا سنكون في عفرين إن لم يستسلموا في عفرين أو منبج، فإن سوريا فإن الأتراك سيدعمون رجال الثورة ويدخلون هذه المناطق، لأن روسيا وإيران وغيرهم لم يكونوا ضامنين حقيقيين لمناطق خفض التوتر وكانوا كذابون وأرادوا أن يخدعوا شعبنا في سوريا. والآن المعركة لابد أن تكون عسكرية والحسم عسكري، ونخاطب أبناء ثورتنا وفصى إنه شعبنا الحسم على الأسد وزبانيته وعملائه ونظامه لن يكون إلا حسما عسكريا، ولكن مع العمل السياسي، لكن عمل السياسي لابد أن تردفه إنجازات كبرى على الأرض، ولن نقبل بأي عمل سياسي إلا والأسد إن شاء الله في على أعمدة المشانق، ونتيجة حتمية لمحكمة عادلة سينفذها ثوارنا ومحامونا وقضاتنا ضد هذا المجرم وأمثاله. هناك من يرى أن المعارك الآن بين الطرفين هي معارك لتكسير العظام فقط قبل الدخول في سوتشي،
ما توقعاتكم لما يمكن أن يخرج به سوتشي، خصوصا بعد تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية التي رفضت فيه سوتشي؟ سوتشي لا معنى له إطلاقا، لأنه لا توجد أي فصيل عسكري أو سياسي ذو أهمية يدخل سوتشي، بل أن الحراك الثوري السوري ابتداء من الداخل السوري واسطنبول وأكثر من 32 عاصمة حول العالم التي يقطن فيها السوريين تتظاهر وترفض سوتشي. أيضا لا يجرؤ حر سوري شريف يعادي بشار الأسد أن أو يذهب إلى سوتشي، لأنها عبارة عن عملية إخراج وإعادة تأهيل لنظام الأسد، بل أن الشعب السوري ودماءه أيضا ستدعم بوتين في الانتخابات القادمة. هذا ما يأمله بوتين المجرم، ولكنه خسئ وإن شاء الله فشل، سيفشل كما أفشله السوريين في مرات عديدة. سوتشي مؤتمر فاشل بامتياز، يريدون أن, 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 أن يغطوا على الإنجاز الثوري في جنيف واحد الذي بذلنا الدماء حتى حققنا جنيف واحد، وهو قرار دولي من أجل هيئة حكم انتقالي تغير النظام القائم في سوريا، ولا مكان للأسد فيه حسب جنيف واحد، وإنما مكانه كما قلنا هي المحاكم بإذن الله تعالى، محاكم عادلة التي ستقتص منه ومن جرائمه ومن ساعده من دول وحكام وقادة، لأن المجزرة في سوريا والحريق في سوريا حريق هائل، تبا لهذا الضمير الإنساني الذي ما زال ساكت عن بشار الأسد وأمثاله. من ريف حلب المحلل السياسي السوري صالح فاضل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.